في البداية نتقدم بالشكر الجزيل لضيوفنا الأستاذان أحمد فضل ومحمد المؤذن لتلبيتهما دعوتنا في تقديم محاضرة هذه الليلة تحت عنوان العقل وكيف يفكر. كلا المحاضران سيقدمان نفس الموضوع بزوايا مختلفة، وكلاهما أيضا من مؤسسي جمعية اقتصاد الإلهام. هذا مصطلح جديد ويغزو العالم ويستقطب فئات عديدة تسعى لصناعة الإلهام من خلال الإبداع والابتكار وطرق التفكير الحديثة. أسئلة كثيرة تنطرح حول هذا الموضوع: كيف نخلق التوازن ما بين الأفكار والقناعات؟ وهل أفكارنا تعبر عن قناعاتنا الحقيقية أم أفكار مبرمجة؟ وكيف نفرق بين إنسان واعي وناضج وشخص مبرمج؟ نترك الموضوع طبعا للزميلين لمزيد من الشرح حول هذا الموضوع اللي هو العقل وكيف يفكر. الأستاذان يعني أول محمد المؤذن متحدث وباحث في علم النفس المهني وعلم النفس المعرفي السلوكي، ماجستير في علم الاجتماع المهني والصناعي، دبلوم عالي في الإرشاد النفسي والتربوي، بكالوريوس في علم النفس، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية اقتصاد الإلهام، مرشد نفسي واجتماعي وموجه شخصي في مجال التطور والنمو الشخصي والحياتي. من مؤلفاته أنت دليلك لفلسفة حياة ملهمة، لعبة الداخل، فك رموز الحياة النفسية، دليل الإرشاد المعرفي والسلوكي للمراهقين، الكنز وتغنية السعادة والإلهام الشخصي، أسرار البارادايم، رحلة الإلهام من أجل الإبداع، أجوبة في الحياة. طبعا الكنز وأسرار البارادايم وأجوبة في الحياة الكتابين شاركوا في تأليفهم الاثنين، يعني أحمد فضل ومحمد المؤذن. بالنسبة لزميلنا أيضا أحمد فضل، بحريني الجنسية، يعيش في أستراليا، متحدث وباحث في السلوك البشري، عضو مؤسس بمجلس إدارة جمعية اقتصاد الإلهام، محاضر ومدرب في مجال الإلهام الشخصي، كما حاضر في الكثير من مؤسسات المجتمع المدني في أستراليا حول التواصل الثقافي بين الشعوب. نترك الميكروفون للشخصين بطريقتهم الخاصة، المدة متفق عليها بين الاثنين، ونطرح بعدين الأسئلة والأجوبة من خلالهم. تفضل. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مساكم الله بالخير. احنا طبعا الميكروفون يقيدنا، فاحنا بعد شوي اذا تسمحوا لنا بنتركه وبنوقف وبنجرب الصوت، اذا يوصل فيكون اذا في، لان في بعض الشغلات بعد بنحتاج ان نشرحها على الفليب شارت، فيعني نستأذنكم ان بعد شوي بنوقف بعد هاي المقدمه ان شاء الله تعالى. طبعا الموضوع، موضوع العقل، موضوع كبير ومتسع وعميق في نفس الوقت، ويحتاج الى فتره اطول، ويمكن كثير منكم قرأ فيه. وكما هو معروف يعني بان عقل الانسان من خلال افكاره توجد في كل مشاكله وحلول هاي المشاكل. فلما من منطلق تخصصي في مجال علم النفس، وايضا منطلق تخصص استاذ احمد في السلوك البشري، صرنا نفكر في شغله ونبحث فيها اكثر، ما وراء سلوك الانسان. وطبعا ما وراء هذا السلوك هي الافكار، الافكار متى نتجت هاي الافكار، شنو مصادرها، شلون احنا نستخدمها،
هل الناس تفكر أو أنهم بدرجة أكبر من أنهم يفكرون هم مبرمجين فيجترون ما تعلموا واكتسبوا من البيئة؟ شلون نتحكم في برمجة عقلية موجودة عندنا تمت برمجتنا فيها منذ الصغر، بل منذ أن كنا أجنة في بطون أمهاتنا وإحنا نتبرمج بالأفكار المحيطة، شلون إحنا ممكن أن إحنا نتدخل، ممكن أن نغيرها؟ السلوكيات غير الواعية للإنسان كيف تشكلت وليش إحنا في كثير من الأحيان ما نقول لا نلوم بعض البشر لأنهم مو واعين؟ أيضا حتى الشخص اللي نقول عنه واعي، من هو الشخص الواعي؟ وهل الشخص الواعي هو يعني شخص قادر لما يوعى مثلا إلى سلوكيات أو أفكار معينة عنده، هل هو قادر لأنه واعي أنه يغيرها؟ لأن أحيانا حتى الأشخاص اللي يعني نقول إحنا النواعين إلى شيء معين بعد يفتقدون القدرة على تغيير هذا الشيء، مثل الشخص المدخن مثلا، ما نقدر نقول بأن الشخص المدخن غير واعي لمضار التدخين لأنه أكثر وعيا من أي واحد آخر ما يدخن، ولكن في هناك ما هو أعمق من الوعي وهو الإدراك. إدراك الشخص في نوع من الفعل لما هو يكون واعي وغير أو يتخلى عن سلوك معين سلبي أو سيء، احنا نقول هني بأنه أصبح مدرك وليس فقط واعي. طبعا أمور كثيرة رايح نناقشها، بتبدأ بالعقل، شلون تشكلت أفكارنا احنا كبشر، وشن هو المصادر اللي تورد لنا اللي ترسل لنا هذه المعلومات، في نفس الوقت كل معلومة احنا نستقبلها شلون تتخزن داخل عقلنا. هذا موضوع جدا مهم لأن بنشوف داخل عقل كل إنسان في مناطق ثنتين، في منطقة وعي ومنطقة لا وعي، فمهم جدا ان احنا نعرف كيف يعمل عقلنا وكيف تحدث عملية التفكير. وأترك المقدمة النصف الآخر من المقدمة لأخوي السان أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا في قمة سعادتي صراحة أكون موجود ما بينكم، لا مضروب، في قمة السعادة لما أستاذنا علي طلب منا أن نقدم هذه الندوة، أول ما خبرني خبرت سام محمد، قلت لي ترى أخواننا في المنبر تقدمي طلبوا منا نقدم لهم ندوة، فقال ما شاء الله يعني في قمة سعادتنا كنا مع بعض ومشتاقين صراحة نتشارك ونبغي نتعلم منكم أكثر من نعطيكم معلومة صراحة، لأن القامات الموجودة إحنا بالنسبة لنا طلاب، فأولا نعتذر عن أي تقصير راح نقدمه لكم، في النهاية إحنا طلاب ونحب نكون طلاب مستمعين لكم أكثر من ما إحنا نقدم لكم. أنا راح أبتدي نبدأ بسيطة عن حياتي أنا شخصية، دائما لما أقدم برامج أبتدي بقصة بسيطة تكون شيء نوع ما تعريفا بشخصيتي. أنا من مواليد بلاد القديم، عمري كان 10 إلى 11 سنة، كنت أروح المدرسة مدرسة الخميس، فكنا من البلاد إلى المدرسة كنا نتمشى، طبعا ما في مواصلات والبيت على يعني خلنا نقول في حالتنا العائلية بسيطة، فكان كنا في الليل الوالدة عقب العشاء خلنا نقول باقي الخبز يعني نحتفظ فيه للصباح ونقليه في المقلة، فكان يعني الفطور المحبب عندي شخصيا، بس كانت عندي رغبة ان احصل او يعني اقدر اخذ سيكل نسميه، بس طبعا العائلة بسيطة والوالد نجار واخوي العود ما عنده سيكل، فشون احصل سيكل وانا 11 سنة؟ فجتني فكرة قلت زين انا ما يعطوني رات، خلنا نقول مبلغ مال المدرسة، ساعات يعطونا بس ساعات معظم الاوقات من البيت من الاكل طلع، فذيك الفترة كانت التأمين على الغراش ناملت ولا البيس يسمونه في تأمين 5 فلس ما 10 فلس ما أتذكر، فكانوا الطلاب يفلتونهم، فكانوا أول ما يفلتونهم في فترة الفسحة أنا كنت أجمعهم، استمريت في تجميع الغراش هذه في حدود 1.5 سنة وقدرت أجمع 12 دينار وأخذ لي سيكل. هذا السيكل عاد طلبت من ولد عمتي انه هو ياخذ لي لانه هو عنده وابوي يروح السوق، فاخذ لي السيكل يابولي العصر وانا جدا مرتاح من السيكل.
فلما وديته بالليل اخوي جودني من السكر قال وين بايك انت؟ قلت له لا والله يعني وين الفلوس لك؟ شلون احنا ما عندنا سيكل وشلون تحصلت السيكل؟ فبالنهايه قمت اصيح بعد ولد عمي كان مار البيت قلت له قول لهم ترى انا صار لي سنه ونص اجمع قراش فالحمد لله وصل للهدف جميل كنت انا صغيره. طبعا احنا راح نتكلم عن شيء كبير لما نقول العقل، يعني العقل هاي الكثير من الباحثين والعالم تبحث فيه لحد الان. طبعا على مستوى العالم لما نقول العقل هل نستخدم العقل او ما هو العقل؟ الكثير منا لما نقول ما هو العقل يعتقد انه هو الدماغ او المخ، فهل هذا هو صحيحة ان العقل هو الدماغ او المخ؟ الكثير منا يعتقد هذا الشخص، ولكن لا، يعني العقل هو مجرد طبعا. فما هو العقل؟ هل احنا نشوف العقل بما ان الانسان يعيش على صور ذهنية؟ يعني احنا كلنا نعيش على صور ذهنية، فهل احنا شفنا العقل على اساس نعرف شلون العقل يفكر، آلية التفكير نفسها؟ او احنا مثل ما قال السيد محمد نعيش في حالة من البرمجة، او سواء برمجة السلبية فالانبوت او المدخول يكون سلبي الخارج يكون سلبي، او انه يكون لا البرمجة ايجابية من مجتمع ايجابي او من قرية او من بيت او من ام واب ايجابيين، فنطلع احنا الاوتبوت مالنا ايجابي. فهالمرحلة احنا راح نكون احنا مبرمجين يا بالإيجابية او بالسلبية. اذا ما هو التفكير؟ ما هو العقل؟ انا راح ابتدي بحركة بسيطة على اساس لما ندخل في معرفة العقل وكيف يفكر وهل احنا بالفعل نفكر او لا، يكون هذا دليل لنا ان احنا بالفعل البشر هم مخلوقين الى اقتباس المعلومات مثل الكاميرا، الخارج ينعكس على الداخل فيطلع. الرجاء من الجميع عمل هذه الدائرة، الرجاء من الجميع عمل هذه الدائرة، اوكي، ووضع هذه الدائرة على الخد. انا قلت الخد، ها الجماعة شفتم في خد، انا قلت الخد، ايوه هذا الخد بالفعل، وهي شيء طبيعي ترى عندنا لما نقول ان الانسان يعكس الصورة الخارجية الى الداخل. هذا الانسان الا اذا كان عنده وعي او معلومة من قبل انه لا ان انا جربتها من قبل، مثل السيد عبد الله انا شفته سوى كذي زين فاختبرته انا مره. لكن حقيقه الانسان يعيش على هذه الصور الدنيا. فخلنا ناخذ مثل ما قال السيد محمد راح نتحرك احنا، لان راح نعمل لكم خلنا نقول صوره الى عمليه العقل كرسمه، رسم تصوري الى العقل على اساس تشوفون بالضبط ان هل احنا نستخدم العقل في التفكير او احنا مبرمجين، او ان في فترات من العمر نوصل الى مرحلة الوعي من بعدين عندنا امكانية استخدام العقل في التفكير. فاسمحوا لنا ان نوقف. اعتقد بيكون صوتي انا عالي. شكرا. فلما نقول ما هو العقل، عقل الإنسان يكون في حالة تكوين لما يكون الطفل جنين في بطن أمه. الفترة هذه من الحمل، من ثلاثة شهور تقريبا من الحمل يبتدي العقل الباطن عند الإنسان يتكون، يكون يبتدي في حالة برمجة. بما معناته أي شيء يصير حول الطفل أو عند الأم نفسها، الإحساس مالها، البيئة مالتها، الشعور مالها، راح يتبرمج الطفل أو الجنين داخل بطن الأم. هنا تصير تنتقل الإحساس مال الأم تكون عند الأم نفسها أو الجنين نفسها. لهذا السبب نشوف عندنا الكثير من العادات والتقاليد، نقول للمرأة الحامل حملوا فيها لا تزعلونها، لا تخلونها تغضب. ليش؟ اثناء الغضب او الزعل راح ينتقل هذه كجينات، يعني يقول معصب على سبيل المثال، الولد يطلع معصب والله كله مشدود عصبيا. بعد الولاده، من الولاده الى حوالي 7 سنوات، اي شيء الطفل راح يشوفه او يسمعه، حتى لو 3 شهور يشوفه او يسمعه، راح ينتقل الى عقله الباطن.
اللي هو نسميه احنا subconscious mind، العقل الباطن، الى 7 سنوات اي شيء سوى في البيت او ينتقل في خارج البيت، يزور بيت عمه وبيت خالته. ساعات الام تقول هي مو طالع على علي انا ولا على ابو، طالع على من؟ يمكن خالته راح شاف عيال خالته او المجتمع ماله، وهكذا الى 7 سنوات. هني الفتره هذه تكون جدار او خلينا نقول حاجز الى العقل الواعي، ينبنى ينفتح عقله الواعي. والعقل الواعي اللي تتحكم فيه كمعلومات من الخارج، هذا الكونشز ماين، الحواس الخمس تستقبل رسائل سلبية من الخارج أو رسائل إيجابية من الخارج، تكون موجودة في عقلنا الواعي فقط وليس الباطن. لهذا الكثير من الناس تلاقيهم ممتازين في الكلام وعارفين الكثير من الأشياء بس ما ينفذون. التنفيذ لازم يكون في عقلنا الباطن اللي يعطينا الأكشن ويعطينا الريزولت. الكثير يبحث عن النتيجة وليس الكلام. الكلام يختلف عن الفعل. الكلام ممكن تحصله عندما تكون عندك المعلومة، ولكن الفعل لازم يكون موجود في عقلك الباطن يعطيك النتيجة. نرجع إلى 7 سنوات الأولى، إلى إن كنت في عائلة أو في مجتمع في كثير من الإيجابيات، إذن الإيجابيات الأكشن والريزولت يعطيك فيك إيجابية. إلى إن كانت لا العائلة أو المجتمع كثير السلبيات في موجودة، إذن السلبية راح تطلع. ولكن الإنسان هو يملك السلبية والإيجابية. ما يكون ما في إنسان يقول أنا إيجابي 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 يا جماعة، وما في إنسان يقول أنا سلبي سلبي سلبي. في السلب والإيجاب، ولكن بمستويات. ممكن أكون أنا السلب عندي كثير فيضغي على الإيجاب فالناتج مالي سلب، أو إن عندي أكثر إيجاب فيطلع الناتج إيجاب. المشكلة لما نطلع إحنا عقب 7 سنوات، لأن العقل يروح على موجات من الدماغ. إحنا لما نكون في حالة الطفولة دائما عندنا الدلتا، يسمونها الدلتا ويفز، هذه من الطفولة من السنة الأولى، بعدين ننتقل إلى عقلنا إلى الثيتا، هذه المرحلة ما بين سنة ونص سنتين ثلاث، بعدين مرحلة الألفا إلى حوالي 7 سنوات إلى حوالي 9-11 سنة يبتدي، بعدين مثل ما قلنا لكم يبند العقل الباطن. هني الألفا هي التفكير في التفكير. لهذا تشوفون الطلاب أو العيال في عمر 7-11 سنة they are creative، إيماجينيشن عندهم جميل، يحبون يلعبون يتصورون المهندس والطبيب ولا الطبيبة. ما تلاحظون اللي عندكم عيال في هالفترة يكون الإبداع والتألق موجود. لكن للأسف الكثير من العوائل على سبيل المثال لما الطفلة والطفل يحاول يطلع الإبداع فيه، الأم والأب يكونون عامل للأسف الشديد مانع إلى هذه الابتكارات. لا ما تعرف ولا ما يصير ولا غلط. لما احنا نقول له غلط غلط غلط، مبرمجه غلط غلط، الابتكار يبنده خلاص. حتى لو يروح المدرسه ويتعلم ولو ينجح ولو يجيب علامات 99%، الاكشن والريزولت يرجع الى البرمجه القديمه. لكن الى ان كان في الفتره هذه عنده بيئة حاضنة إلى الانوفيشن، إلى الابتكار، إلى الإلهام، راح يكون ملهم ومبدع. الكثير من اللي يتخرجون في المدارس لو تلاحظون الكثير حتى لو جابوا علامات أفضل العلامات، مو معناته لما يرجع يمارس العمل راح تشوفونه يعطي نفس النتيجة. ساعات ممكن 56 أو 70 يمكن النتيجة، يمكن ما راح الجامعة، راح تشوفه قمة التألق والإلهام والإبداع، مبتكرين تشوفونه، مع العلم أن العلامات ماله كانت شوي أقل أو ما راح الجامعة. كثير من المبتكرين والعالمين في العالم ما راحوا حتى الثانوية، بعضهم ما راحوا المدرسة، ما عندهم شهادات، لكن موجود عندهم الابتكار، لأن عندهم في المرحلة هذه هو يروحون على الداخل. إحنا الكثير منا ينظر إلى الخارج، الإبداع التألق والإلهام
نابع من الداخل. فما هو الداخل؟ شنو يعني بالنسبة لنا احنا، ما هي احنا نطلق عليها، ما هي القيمة الذاتية العليا غير المشروطة برضا الآخرين؟ هذه الذات مال الإنسان، هذه الإبداع. والكثير منا يبحث العالم كامل. أنا في أستراليا وفي زيارات في دول العالم، كل العالم تبحث عن هذه الذات. ما هي قيمة الذاتية؟ لما نقول قيمة ذاتية، القيم الذاتية تختلف عن القيم الثابتة. الصدق والأمانة هاي شيء جميل. In fact القيم الثابتة مرتبطة بالقيم العليا اللي اكتشفناها. لهذا السبب لما تشوفون الإنسان عنده قيمة ذاتية، عاشق العمل ماله، كطبيب أو كمهندس، تشوفونه في قمة العطاء للآخر. قيمة ذاتية تنعكس على الخارج. لكن إذا كنت أنا طبيب بس مو قيمة ذاتية عندي عليا، ممكن أكون طبيب ما راح ينعكس ذاك الطب والأداء إلى الخارج. يقولون بعض الأوقات هذا الطبيب ممكن حتى نرس ما ليش؟ ما العلم عنده شهادة وناجح، هو مو قيمة ذاتية، مبرمجة من الطفولة. ممكن أن أبوي والله أمي طبيبة، عيش في بيئة طب، وصلت في المدرسة جبت العلامة امتياز، وقع أن الأب والأم راح يقولون لو بيتهم أو ولدهم يروح طب، صح ولا غلطان أنا؟ طب أو هندسة. هل هذا الطب أو الهندسة هي قيمة عليا؟ لي هذا السؤال. طبعا اللي شرحه استاذ احمد هو العقل، ففي البعض يعتقد بان الدماغ والعقل والمخ هم كلهم شيء واحد، طبعا مختلفين. دماغ الانسان اللي هو الماده الرماديه الموجوده داخل راسه هي بالضبط مثل جهاز الهاتف لو بنمثلها. هاي الجهاز لو عندي تلفون الموبايل بس ما في الواتساب، هل اقدر ارسل رساله واتساب منه؟ ما اقدر. لو سوفت وير ما في ما يشتغل، يكون جهاز بس. فدماغنا احنا مثل هذا الجهاز، من الصغر نبدا، حتى من يوم كان عمرنا 3 أو 4 شهور في بطون امهاتنا نبدا نتبرمج، تنحط البرمجه بغض النظر عن كونها سلبيه او ايجابيه. فينخلق عندنا العقل. هذا العقل اللي ينخلق في مناطق ثنتين، منطقة وعي ولا وعي. المنطقة الأقوى والأكبر المسيطرة هي منطقة اللاوعي. تقول الدراسات في علم النفس بنسبة 95% احنا نسوي أمور لاواعية. وهذه ميزة من رب العالمين عطانا إياها علشان احنا نرتاح. ليش؟ لأن لو كل شيء كنا بنسويه تونا بنخزنه شلون نسويه، وكل شيء بنسويه بنفكر فيه رايح نتعب. فأنا اليوم لما أروح مثلا أقعد الصبح ما أحتاج أتذكر شلون تعلمت المشي وأبدأ أمشي مرة ثانية، خلاص صارت البرمجة موجودة هني. ما أروح أمشي السيارة أقول أوه أمس خدت الليسن اليوم رقت قعدت الصبح، لازم افكر شلون امشي السياره، لازم افتح لي وبعدين امشي، او لازم اروح اخذ بعد مدرب مره ثانيه يدربني علشان ما يصير. ليش؟ لان الحمد لله هذه ميزه موجوده داخل عقلي، فتم برمجه كل الامور اللي تعتبر روتينيه في الحياه داخل منطقه اللاوعي، فصار عقلي يمشي جسدي بطريقه اليه روتينيه، فصار في داخل عقلي منطقه واعيه أثر بنسبة 5% أستخدمها في الأمور الجديدة اللي توني قاعد أتعلمها. بس من أتعلمها من تتكرر تروح في اللاوعي وخلاص. فهني لما تروح المعلومة في منطقة اللاوعي في السبكونشس مايند، خلاص أي معلومة هني تنعطى تتدخل داخل اللاوعي، تعطي شنو؟ تعطي أكشن وريزولت، يعني سلوك. ففي شغلة مهمة، هل المعلومات اللي تدش في منطقة اللاوعي ممكن أن أتدخل وأغيرها؟ على سبيل المثال
تمت برمجتي مثلا من الصغر إلى ما صرت كبير في بالفيرز الخوف أو عدم الثقة بالنفس مثلا، فصارت جزء من شخصيتي لأنها راح تتحول إلى سلوك. هل أقدر أتدخل وأغيرها؟ وإذا كان ممكن شنو الخطوات اللي أقدر أستخدمها علشان أغير برمجة موجودة داخل عقلي؟ مجيء إحنا نقول إن الناس تتحرك يومياً وتروح وتجي وتتكلم وتسلك سلوك ما بطريقة غير واعية أصلاً، لأن البرمجة كلها موجودة هني، وإحنا نلاحظ بأن تغيير عاداتنا الفكرية والسلوكية مو سهل، صعب أغير إنسان. حتى في علم النفس، والعلم النفس يقولون، علماء النفس يقولون من الصعب أنك أنت تغير إنسان، مو سهل. يمكن أحدث نظريات وتطبيقات علم النفس الحين في الكوغنيتيف سايكولوجي، البيهيفيرال كوغنيتيف بيهيفيرال سايكولوجي، علم النفس المعرفي السلوكي، بعد يقولون لما أقعد مع شخص كمعالج متخصص أحتاج على الأقل 12 جلسة يمكن أقدر أخلق فيه شوي تغيير. وبعد إذا هو ما كانت عنده القناعة أنه يتغير ما راح أقدر أغيره، مو سهل. ساعات ندش في صدام مع شخص يمكن لأن نحبه نحاول ننصحه ونوجهه ونقول له، نقول سبحان الله إحنا نقول له ويقول إن شاء الله، لكن يروح يرجع، فأقول له تعبت روحي وقلت لك ليش، يقول والله ما أدري، صدقني اللي قلته والله مقتنع فيه. ليش؟ لأن اللي قلته له هو ما راح مارسه في الواقع بالتكرار، فنزل في اللاوعي فتحول لسلوك، ظل كمعلومة بس في الوعي. إذا المعلومة إذا تظل في الوعي معلومة جميلة، إن أعرف الشيء بس ما طابقه، فأقول والله ما أدري، أدري أعرف الصح بس ما أدري ليش ما طابقه، أعرف بأن هذا شيء خطأ بس ما طابقه لأن البرمجة هني. فإذا نروح إلى شلون أقدر أخترق منطقة اللاوعي في عقل الإنسان بحيث أن أسوي برمجة، فيه كثير من التطبيقات، بس بشكل عام خلنا نأخذ 4 شغلات هي تعتبر الأساسية واللي يستخدمونها المتخصصين، بس حتى الأشخاص العامة يقدرون يستخدمونها في حياتهم علشان يخلقون تغيير في فكرهم وسلوكهم. أول هذه الخطوات هي التالي: لما يروح شخص إلى معالج متخصص حيث أنه عنده سلوك أو شيء معين يبغي يتخلص منه ويحل محله سلوك آخر، فأول شيء يسوي المعالج يوديه يقول له خلنا نسوي لك جلسة، جلسة علاجية تبدأ بالاسترخاء. ليش تبدأ بالاسترخاء؟ لسبب مثل ما تفضل الأستاذ أحمد، إحنا المنطقة الوعي شو اللي يصير، أي معلومة نتلقاها من الخارج بوعينا إذا في معلومة في اللاوعي تتناقض معاها الوعي ضعيف ما ينزلها في اللاوعي، ما تنزل. على سبيل المثال أنا اليوم خلنا نقول عندي مشكلة في نقص الثقة بالنفس أو مثلا خوف من مواجهة الجمهور، يقوم قدم محاضرة أو برزنتيشن مثلا وعطوني المعلومات المعارف حتى السكيلز عطوني إياها وموجودة عندي في الوعي وأحاول أطبقها، لما أوقف أمام الجمهور يمكن حاضر برنامج تدريبي كامل في مواجهة الجمهور، لكن أول ما أوقف أمام الجمهور على طول شي يصير يشتغل اللاوعي هو أقوى فأحس بالخوف. فدائما يقولون إلى هذا الشخص يقولون له مارس بالتكرار، كرر كرر. فهني شو اللي يصير، المعالج أول شيء يسوي يروح يقول لازم نشتغل إن احنا نخلي الحواس تتخدر، تصير شات داون، نخدر الحواس لأن الوعي يشتغل بالحواس. إذا احنا قدرنا ننيم الوعي رايح أي معلومة نحطها بتروح دايركت في منطقة اللاوعي عندنا، فيروح يسوي له جلسة فيسوي له استرخاء، يخلي الأضواء خافته، يخلي الصوت منخفض، يشغل له موسيقى كذا. ليش؟ لأن من تتخدر الحواس تصير شات داون، تصير موجات ألفا تنزل موجات الدماغ، نحس إن احنا في حالة خدر، فتفتح المنطقة هاي البوابة تطوف أي معلومة سريعا. من كذي يقولون دائما إذا كنا
نحب ان احنا نسوي برمجه الى نفسنا مهم قبل النوم بعد النوم، لان هاي المرحله اللي تكون موجات الدماغ عندنا فيها في الالفا، يعني السب كونشس العقل الباطن مفتوح صاير اكثر نشاطا، الوعي نايم، اي معلومه نعطيها اياه حتى لو تتعارض يا منطقه اللاوعي هو نايم يطوفها. هذا اول شغله. اثنين السلف توك حديث الذات، فنلاحظ ان حتى المعالج يروح يعطي شنو؟ يعطي عبارات، يخلي حتى الشخص المتعالج نفسه الكلاينت يخليه هو يتكلم، يقول له مثلا ان انا عندي كل القدره والشجاعه اني اوقف واواجه الجمهور، انا قادر تماما على اني اوقف واواجه الجمهور. فنتخيل احنا بان الشخص قاعد يكلم نفسه، لان حديث الذات يسمونه القاتل الصامت اذا كان سلبي، لان اسوأ شيء ان الانسان نفسه يحدث نفسه عن نفسه بسلبيه، فيصير عنده لو سيلف استيم، ضعف في تقديره لذاته. لكن اذا هو امن بنفسه لو العالم كلهم يوقفون ضده بيقول ما بهتم فيكم، انا عندي كل الثقه اني اقدر. بس هذه الثقه تطلع في حديثه، في التوك ماله، حديثه عن نفسه اللي يعبر عن فكرته عن نفسه. فيقول المعالج الى الشخص انت تقدر حتى هذه العمليه تسويها في البيت بروحك، لما توصل الى مرحله من الخير وتسترخي ابدا عط نفسك بعض العبارات اللي يسمون الافيرميشنز التوكيدات المعرفيه علشان ترسخ فكره معينه داخل عقله. ثالث شغله مهمه وهي خطيره جدا نتعامل من خلالها ويا العقل الباطن، هي الصوره الايماجينيشن التخيل. لو لاحظنا استاذ احمد لما سوى هاي الحركه هو قال كلمه، اعطاكم كلمه لكن بعد رواكم شنو؟ ايمج، صوره. كلنا تقريبا رحنا على شنو؟ رحنا على الصوره، رغم انه هو قال لنا امر، اعطانا اوردر سووا كذا، بس ما التفتنا للكلام، التفتنا الى الصوره، لان عقلنا الباطن هو الاقوى وهو اللي يلتقط الصور. وهذا اللي يخلي وسائل الاعلام، وسائل الدعايه والاعلان تستخدم الصوره بشكل اكبر واوضح واكثر ومتكرر، لانهم يدركون تماما بان عقلنا يلتقط الصوره. حتى الصور اللي تمر علينا في اقل من ثانيه بعد يلقطها عقلنا الباطن. على طول تروح دايركت داخل العقل الباطن، حتى لو اشوفها من على جنب. احيانا مثلا احنا نمشي في الشارع نقول هاي الشركه الفلانيه ليش مخلين هالقد اعلانات صارفين هالقد؟ هم يدرون ان اللي بطوف مثلا على الهاي واي خلاص ما عنده الا هذا الدرب بطوف عليه، فنحط له صوره واحده وانتهى الموضوع، ليش يكررون؟ لانه يبغون عقلنا تمر عليه الصوره بشكل متكرر، نفس الدعايات اللي في التلفزيون. فكل ما تكررت الصورة كل ما دخلت عندنا في اللاوعي وما ندري. فعلى سبيل المثال أكون طايف رايح مجمع معين مثلا، وأنا مار وأشوف صور صور صور، أروح هذا المجمع ما كنت أقصد أن أشتري سلعة معينة وأروح أشتريها، يمكن حتى ما أحتاجها، فيجون يقول لي ليش مشترينها بهالقد سعرها؟ والله ما أدري، رحت شفت، روحي شفت أخذتها. هو ترى لا، من زمان سووا لي برمجة، ياما في الشارع أو قبل ما أدش المجمع على واجهة المجمع. وكل ما تكبر الصورة كل ما تترسخ أكثر داخل عقلنا. لذلك إحنا الكثير من الشغلات نسويها وما ندري ليش سويناها، بس هي ترى مجموعة صور تراكمت ورحنا نسويها. رابع خطوة هي الأكشن، تكرار الشيء. فما يكفي فقط أني أتخيل شيء واتكلم عنه، بل المهم جدا ان اروح امارسه في الواقع، لان الممارسه في الواقع تعطي عقلي سترونج ايمج اكثر، لان بشوف ريزلتس. يقول له اوقف، لا تقول لنا اخذتني برنامج في مواجهه الجمهور ووقفت وتكلمت، لا اوقف. في البدايه يمكن يصير عندك فيرز، خوف شوي، لكن مع التكرار تعود عقلك، لان عقلك بتشوف اكثر من مره صورتك وانت واقف وتتكلم تنزل في اللاوعي خلاص. فهي اربع خطوات نعيدها، ممكن نسوي احنا استرخاء، حديث ذات متكرر، في نفس الوقت نعطي روحنا ايمج، نتخيل نفسنا في الموقف. وهذه يستخدمونها حتى في تقنيات علاج الخوف في علم النفس، يقولون للشخص
تخيل الموقف قبل ما تروح له. بكرة عندك مقابلة عمل، تخيل بكرة عندك كذا، تخيل قبل ما تروح، لأن عقلك يشوف الصورة كما الواقع بالضبط، ما يفرق. فلما تروح ثاني يوم مقابلة العمل، عقلك من زمان حطك في الموقف لأنك أنت تخيلته. وآخر شيء التكرار، روح المقابلة، روح مقابلة وثنتين وثلاث وأربع، فتصير البرمجة مع التكرار. فإحنا عندنا دائما نقول للأشخاص، البشر يختلفون فيما بينهم في العقول، ولكنهم يتفقون فيما بينهم في الدماغ. فإحنا كل دماغ البشر كله هو واحد، ولكن عقولهم مختلفة، لدرجة يقولون هناك شخصيات في العالم بمعنى عقول بعدد ما فيه من أشخاص، فما في اثنين مثل بعض. طبعا أنا مع أستاذ محمد توصلنا إلى معادلة أو تقنية عالمية نطلق عليها تقنية السعادة والإلهام الشخصي الـ VMG. المنطلق هذه التقنية راح يعني طبعا هذه نقدمها في 14 ساعة، بس راح نختصرها في إن شاء الله في خلال هالعشر دقائق، فسامحونا على التقصير. الإنسان وكل إنسان للوصول إلى العقل والتفكير وقبول هذا العقل في التفكير يجب أن يكتشف ثلاث نقاط فقط. النقطة الأولى والأهم شيء هو اكتشاف القيمة الذاتية غير المشروطة برضا الآخرين لي أنا كشخص، اللي هو نطلق عليها الـ V، الـ Highest Value، القيمة العليا رقم واحد. بعدين معرفة كيف العقل يفكر لتحقيق هذه القيمة، ومن ثم وضع خارطة طريق اكتشاف والوصول إلى الهدف اللي هو مرتبط بالقيمة. الكثير من البشر يبحث عن السعادة، يفكر في السعادة. الكثير منا يبحث عن السعادة في الخارج وهي الداخل، والداخل هي مرتبطة فقط في القيمة العليا الذاتية، وين حصل الإنسان للعمل الصالح وليس الحسن. في فرق ما بين العمل الحسن والعمل الصالح. العمل الصالح يبتدي في عقلنا الواعي، نعرف الأشياء الحسنة. الصلاح الصالح يكون في فعل خدمة الإنسان وخدمة الشخص نفسه. فكيف نكتشف إحنا القيمة العليا الذاتية؟ كل البشر، كل الإنسان يعيش على سلم من القيم في عجلة الحياة. عندنا موجود في عجلة الحياة أقسام: spiritual value، القيمة الروحانية، social value، القيمة المجتمعية، family value، القيمة الأسرية، finance value، قيمة مالية، mental value، قيمة عقلية، وهكذا في عجلة الحياة. بعض الناس عندهم 9 أماكن في عجلة الحياة، بس أين القيمة الذاتية؟ أنا كإنسان أعيش في أي قيمة من هالقيم؟ أبحث عن قيمة على الأقل في جانب من جوانب الحياة. بس الكثير لما يعيش على low value، الكثير من الناس يعيشون على القيمة الأقل أهمية بالنسبة لهم شخصيا، بس مو معناته أنها هي قيمة أقل معناتها هي قيمة خطأ. لا، ممكن أنا ما أحب الطب، أنا مو طبيب، ما أحب الطب، في إنسان لعاشق الطب، أنا ما عندي قيمة في الطب بس أنا عاشق الهندسة، مبدع في الهندسة، عندي قيمة عليا في الهندسة، بس تخليني طبيب ما أحب الطب. لهذا نرجع في الرسمة اللي قبل، قلنا بعض الناس يبرمجون بقيم يعتبرون أنها ذاتية ولكن ليس ذاتية، وإنما قيم آخرين، قيم الأب والأم أو المجتمع. ساعات لما الإنسان القيم يعيش على القيم اللي أقل أهمية، خلنا نقول مثلاً 9-10 ترتيب، لما الإنسان يكون يعيش في القيم اللي هي أقل أهمية بالنسبة له، يرفض الألم ويبغي اللذة فقط. إنما أرفض الألم أو التعب لتحقيق القيمة وأبغي فقط اللذة، معناته مبلغ الفلوس، الراتب، العلاوة، الهدية، هذه يسمونها لذة، ولكن الألم أرفضه. بس إلي أنا عايش في قيمة أقل أهمية، فمعناته أنا عايش في
توتر وألم. معناته جسمي كإنسان يفرز هرمون يسمونه الأدرينالين والكورتيزول، هرمون توتر. هني نعيش في توتر لأن أنا قاعد أسوي قيمة أقل أهمية بالنسبة لي كإنسان، أبغي بس اللدة، واللدة تكون مؤقتة لأنها مرتبطة بالخارج. بس لما تكون الإنسان مكتشف القيمة العليا الذاتية رقم واحد، يقبل الألم ويعيش في اللذة. أحد فينا يبغي الألم أو التعب؟ الكثير منا يرفض الألم ويبغي اللذة فقط. بس لو دققنا أكثر، لما أكون أنا عاشق في مجال معين، التمثيل، do you require motivation to do anything related to، تحتاج أي دعم حق التمثيل؟ في ألم ولا ما في ألم؟ سهر للصبح في ألم ولا ما في ألم؟ كثير من الناس ما يصيرون على سبيل المثال في الميديا أو التمثيل لأن في سهر، يقعدون للصبح. المسرحية تأخذ لها شهر في الريهيرسل، كل يوم يعيدون بالساعتين ثلاث، بس يعيشون في قمة سعادتهم في أثناء هذه. في ألم وفي لذة، معناته قيمة. لهذا ما يعتبرون اللي يوصل للقيمة العليا ما يتقاعد، واللي يتقاعد من العمل جسمانيا ممكن يصير مستشار فيها أو يكتب كتاب فيها. لما الإنسان يكون عاشق عملية العلم التعليم يستمتع فيها، بس فيها ألم، فيها ألم بس الألم لذة، في معاناة فيها بس فيها لذة. بس الإنسان لما يكون عنده قيمة في التعليم راح يشوف الحمد لله أنا تركت التعليم، أديت التعليم ما أحبه. كثير من المدرسين ساعات ينتظرون التقاعد، بس هذا المدرس اللي عاشق التعليم اللي يتقاعد من الوزارة راح تشوفه يفتح له برنامج خاص في التعليم. هذه قيمة عليا، يقبل الألم واللذة. هني لما تكون أنت مكتشف القيمة العليا وتمارس الألم واللذة، يصبح الإلهام والإبداع فيه. البطارية فيها سالب وموجب صح؟ طاقة، الكهرباء سالب وموجب صح؟ طاقة. الجاذبية نفس الطلماس ماجنت، سالب وموجب جذب. اللي انت تجذبون السعادة والفرح والصحة مرتبطة في هاي الهايست فاليو. لما تعيش انت في الأقل أهمية تفرز الأدرينالين والكورتيزول، تعيش في حالة من الاسترس، فتبي تعوض هرمون يسمونه الدوبامين والسيروتونين، هرمون سعادة، فترتبط ساعات بالأكل بالحلاوة بالطلعة بالسفرة، تبي تعوض. هذا الجسم طبيعة، فيصير العادة هذه تعويض ماله مؤقت، سعادة مؤقتة، بس عايش أكثر أيام لأنه قاعد يسوي low value، عايش في الاسترس، استرس أعوض مؤقت، أرجع استرس أعيش في ألم. بس لما أكتشف هذه أنا هني أقبل الألم اللي هو الأدرينالين والكورتيزول، أقبله فأعيش في حالة توتر، بس في نفس الوقت عندي هرمون الدوبامين والسيروتونين، أعيش في حالة من التوازن، توازن هرموني ذاتي، أعيش السعادة هنا. في القيمة رقم واحد. طبعا في بعض الناس يمارسون أكثر من قيمة أو في جانب من جوانب الحياة، على سبيل المثال القيمة المالية، عاشقين شيء يتعلق بالمال، وقيمة أسرية على سبيل المثال عاشق الأسرة وبرامج الأسرة. بس إحنا نطلب من الناس تكتشف على الأقل قيمة ذاتية عليا في جانب من جوانب الحياة. لما تكتشفها بعدين تنتقل على القيمة الثانية ما عندنا مشكلة، أو جانب من جوانب الحياة ما عندنا مشكلة. بس الإبداع والتألق والإلهام والسعادة والصحة هي اكتشاف القيمة الذاتية العليا. اسأل نفسنا دائما هل أنا اللي أمارسه مربوط في قيمة ذاتية، يعني عشق أولوية الأولويات عندي أنا، أو لا أنا مجرد في وظيفة أو في عمل يمكن يكون ممتاز بس مو قيمة الذاتية، قيم الآخرين، فأنا قاعد أشتغل حق الآخرين
عمل ممتاز بس مو قيمته الذاتية مالتي. أعيش في أجين في توتر وفي حالة من الستريس. طبعا لما احنا نقول احنا هذه هي القيمة العليا الذاتية لما تكتشفها مو كفاية. إذا ما كنت أنا مكتشف عقلي اللي هو الام وكيف يفكر. من هالمنطلق احنا بنرجع حق العقل، لما اكتشف قيمة العليا اللي هي الهايز فاليو رقم واحد تكون عادة هي بيلت ان موجودة مفطورة عندي فطرة عندك. هدف مالك وجودك حق الحياة حق تعمير الارض يصير. هني لما اكتشف حتى لو صار عمري ان شاء الله 30 40 50 60 70 سنة ما يتدخل ان انا مكتشفها متأخر، لا من اكتشفها وابتديها بالوعي ان هذه الشغلة هي بالنسبة لرقم واحد مثل ما قال سام محمد، انا مجرد اكررها عدة تكرار. البداية تاخذ وقت بس اول ما انا اكررها راح يصير عندي مثلات الهابت اكشن وراح يصير ريزولت نتيجة. الكثير منا ما يوصل للنتيجة والسبب لما انا تكون عندي قيمة عليا وازرعها هني مانجو تحتاج مراعاة. اللي أنا عندي قيمة في المانجو لازم أراعيها حتى يطلع الروتس مالها تطلع شوي فوق كشجرة، بس هذا الشجر ما راح تعطيني المانجو إلا عقب 7 إلى 8 سنوات صح؟ المانجو. بس اللي يزرع المانجو إذا ما كان عنده قيمة عليا راح يكنسل ما يقدر يصبر سنة سنتين ما يقدر يصبر. يعني روح إذا ما عندك قيمة حق المانجو زرع لك جرجير 21 يوم بس المانجا لا 8 سنوات ولازم تكون عندك قيمة حق المانجا. الكثير ينتظر الريزولت يبي الريزولت قبل ما نزرع، نبغي نحصد قبل ما نزرع. أنا شنو قاعد أحصد على أساس أزرع وهل لا أحصده أو عفوا اللي أزرعه هي قيمة ذاتية عندي أنا ولا قيم الآخرين؟ إذا كانت قيم الآخرين إذا ما بيكون عندي صبر حتى أخذها، ولين طلع أنا بكون في حالة توتر دائما ألم عايش في الألم حتى لو كان شيء إيجابي. فالقيمة الذاتية مربوطة بالعقل كيف تفكر، في النهاية توصل إلى مرحلة لازم تكون عندك حق الجول حق الهدف ما لازم يكون عندك خارطة الطريق. 95% من البشر مو بس البحرين العالم تفتقد أن تكون عندها خارطة طريق ذاتية اللي أنا مكتوبة مو عقلية مو فكر ان انا عندي خارطة، لا شيء مكتوب عندي انا ابغى اوصل الى هذا الشغلة احقق هالقيمة عقب 8 سنوات. اوكي السنة الاولى ايش بسوي؟ 2017 2018 2019 يعني لين ما توصل 2025 هذا هدفي هذه قيمة العليا تتحقق 100%. بس احنا نفتقد الاستراتيجية الحقيقة في التنفيذ. اللي عندهم استراتيجيات يفكرون كشركة او كمؤسسة، اكثر المؤسسات لما تكون هي عندها استراتيجية وما تستمر في الاستراتيجية السبب ان صاحب المؤسسة الاغلبية ما مكتشف القيمة الذاتية. ممكن هو يتجه الى المال يعتقد ان المال هو السعادة، لا مو السعادة. يشتغل فاتح بزنس حق مال، لا مو افتح بزنس حق قيمة عليا راح يجيك المال. المال هو مجرد ريورد الى القيمة، المال راح يوصل لك المال. بس المشكلة نرجع الى انا ابغى المال بس المال نفسه من القيمة لازم تنتظر. اذا ما تبغى تنتظر تبغى بس مجرد المال اصبح انت مبرمج ب مثل ما يقولون الإدمان، مال إدمان مثل الأكل مثل الأشياء خارجية إدمان. بس لما تكتشف القيمة العليا الذاتية راح تعيش في السعادة أثناء العمل، الحصاد راح يزيدك من السعادة. هذا السبب يكون العمل القيمة العليا عند اكتشافه وتحقيقه عمل صالح. مثلاً كيف هذا اذا اكيد في بعض الحضور يقول شنو القيمه شنو القيمه الذاتيه الحين بعطيك مثل بسيط. شوفوا اللي يمارس عمليه صيد السمكه بحار يكون بحار عاشق البحر عاشق السمك ويشتغل في السمك ويبيع السمك، يروح للسوق يبيع سمك
تقول له أنا راح أعطيك 500 دينار زيادة، وقف عن السمك أكو مترين اشتغل في الخضرة، يقبل؟ يقبل؟ قيمة ذاتية عنده. لحد الآن الكثير ما يدري أنه قيمة ذاتية على فكرة، هو عايش في القيمة الذاتية بس مو قاعد يحس فيها. روح للخضار نفسه قل له بعطيك 200 دينار زيادة، هد الخضر روح السمك اللي هو مترين بس، يرضى؟ هذه قيمة ذاتية. روح إلى أي شخص، شوف على سبيل المثال كثير في بعض اللي خلينا نقول أحب البلانت الزهور الورود في البيت، ساعات هذه قيمة ذاتية بس ما أعرفها قيمة ذاتية بس أعيش فيها، يمكن نص الراتب وين نروح؟ القيمة العليا الذاتية تصرف فلوسك وانت مرتاح. اللي بيتعرف عليها المال لما تصرفه في القيمة العليا الذاتية تعيش في سعادة ذاتية. تقول حق زوجتك ولا تقول حق زوجك والله ما عندي بيزات بس حق هالشغلة أحب أدفع فيه وارتاح. هذه قيمة ذاتية لما يكتشفها الإنسان. القيمة الذاتية في بيتك حولك، هذا لين يحبون القراية والكتابة والعلم الكتب. لو أسأل أي واحد اللي عاشق القراية والكتابة مليون في المئة عندكم مكتبة إيش قد؟ اللي مو في البيت إذا مو في حجرة يمكن في الصالة فوق 200-300-400 كتاب، هذا أقل شيء. هذه قيمة ذاتية في القراية في التعليم في الأشياء هذه، واضح واضح. بس ساعات حتى لو اكتشفنا القيمة الذاتية العليا إذا ما عارف بالضبط شنو العقل يفكر راح تأثر من البيئة السلبية. المحيط مالي إذا كان سلبي راح تأثر بالقيمة، إلا إذا عرفت شنو العقل يفكر فأنا أرفض السلب أستقبل الإيجاب. ما يهمني بالسلب، السلب هو دافع لازم يكون لي حق الإيجاب. التحدي هذا استمتع في التحدي، مو تستمتع في شيء مو على فكرة. يعني لما الإنسان يكتشف القيمة العليا الذاتية يكون في حالة تكامل مع الآخرين، في حالة سلام مع الآخرين وليس في حالة تسابق. كثير من المؤسسات تقول Who's your competitors؟ من ال شو يسمونه منافس مالك؟ لا، ما في منافسة. القيمة العليا الذاتية ما في منافسة، في تكامل. إحنا خلقنا لنتكامل ولا يسأل لنتسابق. كل واحد عنده unique things، الإبداع موجود كل واحد في القيمة العليا، كل واحد عنده إبداع فيه لو اكتشفه. الإلهام inspirations، الإنسبيريشن في الروح، الروح inspiration روح، الروح هي مرتبطة بالقيمة العليا الذاتية، مرتبطة بروحي. أنا سويت حق روحي، لما أعرف أنا شو سويت حق روحي كذات راح أخدم الآخرين كل جماله. ما في فايدة أقول أنا بخدم المجتمع وأنا ما عندي قيمة ذاتية في المجتمع، فقد الشيء لا يعطي. حتى لو يعني شفت إن هذه أو برمجت فيها إنه راح تقول أوه والله 20 سنة قاعد أشتغل ما حد قدرني. ليش 20 سنة وما حد قدر؟ هل أنت تسوي حق الآخرين ولا حق نفسك؟ لما تسوي حق نفسك بالعكس التحدي، تقول راح أصبر أصبر الله يوم من الأيام أنا رسالتي راح توصل. ممكن أتوفى أموت ما مشكلة، بس أترك أثر. والله يرحمه مسكين صح، وقيمة ما مهتم في الفلوس ولا شيء، ما عنده تدمر. إحنا الكثير اللي يوصل مرحلة التدمر هو وغير مكتشف للقيمة الذاتية ويبحث عنها. فلما نكتشفها كقيمة ونعرف العقل كيف يفكر وتكون عندنا خارطة الطريق، إبداع، تألق، إلهام، inspirations. بس عالميا إحنا التقنية اللي توصلنا تقريبا أنا اسم محمد في هو في أنا تعرفت عليه قبل حوالي 4 سنوات لما طلعت أنا من البحرين 2009 هاجرت 2013 عقب ما اهتميت في العلم وحبيت أقدمه حق أرض بلادي رجعت قررت الحمد لله الله رزقني بأستاذ محمد تحية لك وقررنا إن إحنا ما نستمع لأحد سوى الهدف الكون اللي عندنا ونحرث الأرض. في بعض المدرسين والمدربين قالوا وش رجعك أستاذ أحمد 2013 راجع عوار راسي ما عليه أنا عندي قيمة ذاتية. الناس تطلع وأنت ترجع. لو تعرفون القيمة الذاتية ما في مو متعلقة في السبيس ولا متعلقة في الماتيريال، متعلقة بالروح.
مرتبطة بروح الآخرين في حالة تكامل. التعب هي أحلى شيء. لما يصير الكرايسيس هذا الانوفيشن يطلع. هني تشوف اللي عنده قيمة عليا يطلع. لما عنده قيمة عليا يختفي. بيزنس لما يصير كرايسيس اللي بالفعل عنده قيمة عليا يصبح موجود. ولا ما عنده ينسحب. فلازم يكون عندنا العقل، معرفة العقل وكيف يفكر حقه. بعدين طبعا لازم نتأكد من القيمة العليا الذاتية، سواء أنها هي تكون قيمة عليا ذاتية نابعة من الذات، أو أنها هي قيمة ذاتية بس نعتقدها ذاتية ولكن للأسف الشديد هي مبرمجة. هذه أهم شيء، أن نكتشف أنها قيمة ذاتية. من هالمنطلق كل الأهداف الموجودة عندنا راح تتحقق. إذا ما تتحقق في الفترة العمرية اللي نعيش فيها إحنا، راح لأجيال عقبنا تستمر فيها وراح يحققونها لك، لأن الهدف هو مو مرتبط بإنسان واحد، مرتبط بالإنسانية كاملة. يمكن إحنا أنا سي محمد نبدر هذا الشيء بسيط يعني الحين، يمكن عقب 50 سنة الناتج ماله يطلع، ما عندنا مشكلة. تحية لكم. يقولون كل إنسان عنده عالمين اثنين يعيشهم، عالم داخلي وعالم خارجي. الشخص اللي ما يعيش في سعادة هو اللي عالمه الداخلي مصطدم بعالمه الخارجي. عالمه الداخلي شنو هو؟ ايش في عالمنا الداخلي؟ جزء منا أهدافنا، رغباتنا، طموحاتنا. فإذا احنا ما عشناها في الواقع في عالمنا الخارجي، يصير في صدام كونفليكت بين داخلنا وخارجنا، لأن داخلي حاب أسوي شيء، أرغب، خاطري، ودي، قيمة عليا بالنسبة لي، highest value، لكن ما قاعد أمارسها. ومعظم الناس ما يمارسون قيمهم العليا اللي هي الشغف، الرغبة الحقيقية، الأولوية، البريوريتي عندهم رقم واحد في الحياة. أكثر الناس ما يمارسونها في أرض الواقع بسبب المايند، العقل. داخل عقولنا كلنا إحنا في منطقة يسمونها البعض يطلق عليها الكمفورت زون، منطقة الأمان أو الراحة. هي الفير زون، منطقة المخاوف. كل ما أحاول أن أنقل نفسي نقلة نوعية في حياتي من إلى، على طول عقلي الباطن يتصدى لي ويقول لا لا تحمل، لا تطلع، خلك تسوي اللي انت فيه، افضل لك، لا تروح، بصيدك كذا، بتفشل، بيسوون لك كذا، بيصطدمون فيك، بيضحكون عليك، بتخسر، بصيدك كذا. ويبدا يصف لي قائمه من المبررات اللي تخليني ما اطلع من هاي المنطقه على طول. فهي منطقه المخاوف يسمونها الكمفورت زون. ما دام فيها خلاص، شو لي اسوي كذا، بلا عوار راس، بلا، خلني مكاني. بينما خلني مكاني معناته تتخلى عن شنو؟ عن ذاتك، عن قيمتك العليا، عن رغباتك، عن شيء انت ودك تخلقه، مو بس الك، الى البشريه كامل. فيصير في حاله من الانفصال بين داخلنا وخارجنا، فما نعيش السعاده مهما حققنا، مهما انتجنا، مهما انجزنا، يبقى ان احنا مفتقدين الأشياء داخلنا. يعني العقل منطقة تعتبر خطيرة عند الإنسان، وتحتاج إلى أن الإنسان يملك أدوات التعامل معها، أدوات للوعي، يكون واعي للأمور اللي يسويها واللي تحدث حوله، عنده قدرة أنه يحللها. اثنين، واصل لمرحلة الإدراك بحيث أنه مو بس واعي وإنما ينفذ ومارس قيمة العليا رغما عن البرمجة اللي قاعدة تعيش، اللي قاعد هو يعيش فيها، اللي حوله. نجي إحنا نقول عقل الإنسان، يمكن لما إحنا حطينا الـ VMG معادلة، الـ V هي الـ highest value، وبعدين الـ M هو الـ mind، وبعدين الـ G هي الـ goal. لازم الإنسان يمتلك خارطة طريق، يعرف هو اليوم في هالتاريخ في هالمكان وين رايح بكرة، وبعد بكرة، وبعد سنة، وخمس، وعشر. هني أصعب واحدة فيهم هي الام، المايند، هي اللي يمكن تساعد الإنسان إنه يروح يسوي شيء هو حاب يسوي، ويمكن إنها تمنعه عن إنه يسوي. فعقلنا
بقدر ما ان في طاقة هائلة اذا احنا عرفنا شلون نستغلها صح رايح تدعمنا في حياتنا وترتقبنا بحياة الاخرين، واذا ما عرفنا نستخدمها صح رايح تكون حياتنا كارثية، لان عقل الانسان لا زال دراسات والبحوث تقول، اخر دراسات تقول بان يعني الاشخاص خلنا نقول العباقرة الجينيوس هذا اللي سووا ابتكارات طورت البشرية وما زال اثرها موجود وللمستقبل موجود مستمر، فقط 2% استخدموا من طاقتهم العقلية. كل هالمخترعات كل هالمكتشفات 2% الانسان بس استخدمها اقصى شيء، وغالبية الناس اللي ما سمحوا لنفسهم انهم يخترعون يبتكرون 0.1. وعلى فكرة البعض يقول ان فلان اخترع وابتكر لانه ذكي، فلان لانه عبقري، هي واقعا حسب الدراسات في علم النفس الدراسات المعرفية تقول بان كل انسان عنده منطقة عبقرية داخل عقله، كل انسان عبقري، لكن يحتاج يكتشف ذي المنطقة اللي هي الفاليو ماله، شنو الشغف. لما أعطي الإنسان فرصة أنه يمارس شغف رايح يبدع فيه، في عنده عبقرية، بس إحنا اللي يقتل العبقرية إن إحنا مبرمجين. يمكن أنا أكون رسام لكن الأهل لا، ليش تروح رسام، شو الفايدة، ما أخذ 99، روح طبيب روح مهندس، ويقضون على العبقرية اللي عندي، بعدين يقولون مو عبقري أنا، والله أحس نفسي إنه مو ذكي. إنه كل البشر أذكياء، ما في مصطلح في العلم اسمه غبي كعلم نفس، في ذكي أقل ذكاء وأكثر، بس البشر حسب الاتفاق كل العلماء كلهم أذكياء، لأن ببساطة عندهم دماغ، دماغ الإنسان يشغلون فيه كهرباء، دماغ الإنسان هو اللي وصل الفضاء، فما في أحد ذكي وأحد غبي، نحتاج فقط نسمح لنفسنا أن احنا نفتح على مناطق العبقرية في عقلنا وبعدين ننطلق منها. شوفوا شلون الإنسان يكون في قمة الاقتدار والإنجاز والعبقرية لما يسمح لنفسه وإحنا نسمح له بأن يمارس شيء بالنسبة له هو قيمة عليا. تقدر خلص الوقت بالضبط.